بيقولوا ام مصر ملوش تكة، الكلام صح ولا لا؟ تعالي نوريك التكة، اديها الشنط من تحت. بسم الله. انا دلوقتي في ال يا سلام على التكة. التكة بتيجي ازاي يا ام مصر؟ عرفينا كده وقولي لنا. الرنجة بتاعتك عاملة 190 اربع سمكات. بص وريني. هي ما تعرفش انت في السواق. ايه ده اجوه تاني؟ ودلوقتي ايه يا ممثل؟ ايه التفاصيل دي؟ فين التكة يا ممثل؟ ايه ده يا جماعة ده؟ رمضان؟ ما تفسخوش يا جماعة غير من عند ممك. ليه بقى ليه؟ قوللنا عشان التعمري تكة. جات التكة دي منين؟ جبتها منين؟ بصي الرز بقى بتاع ربنا. بصي بقى ايه؟ ايوه طب ماشي، ما انا عندي الناس. استرها قوي. ايه ده يا ماما كده؟ مال البن ده ولا ايه؟ الزبده يا معلم، مربى يا معلم مربى. بصوا الحلويات يا اولاد، فسيخ العيد، فسيخ العيد. قولي لنا ايه السبب بقى ان الناس بتحب تطلع من رمضان كده تدخل على الفسيخ على طول؟ بيبقوا زهقانين بقى، فراخ ولحمه وحركات، ويقول لك اما ايه اما نجيب حاجه حرشه. ايوه بص بقى ايه الفسيخ بقى الحلو بيبقى لونه ايه بقى؟ زي ما احنا شايفينه كده ايه؟ بينك كده ورد. عاوز حبة طحينة؟ ايوه. وحتة زيت؟ الناس هنضفها لك في طبق. الناس اللي هتشوف كده اللايف كده واحنا في رمضان كده وتشوفوه بالنهار كده، هي ريقهم هيجري خالص على الفسيخ. هيجوع. قولي لنا بقى عندك ايه تاني برضو غير الفسيخ متميزة بيه؟ عندنا السردين والبسارية. ده السردين؟ ايه سر اللون الاحمر ده في السردين؟ ده بيبقى بابريكا. عشان يعني برضو الناس اللي محمد ده الطبق ورق فل كده اما نضف فيه فسخه دي. الناس اللي ما بتحبش مثلا الشطه او حاجه. لا مش شطه. ايوه ايه الابيض ده بقى؟ دي البطن. ده البهاريس بتاعته. هالطبق ده دهن ده. يعني السمكه اللي نفسها نوعها نضيف. في ناس بتاكله ده. في ناس بتاكله. طب وبالنسبه للبسارية بقى، البسارية بتتاكل ازاي؟ صغيره قوي حجمها. في ناس ده بحب جمبري الغلابه بيقزقزوه. ما شاء الله. طب قول لنا بقى يا ماما ايه السر كده في الفسيخ بتاعك يعني مناسب؟ بتقولي زيرو ملح. ومرضى الضغط اهو. ازاي بقى الملح؟ هات معلقه. الملح ما بيكون قليل بيقولوا ان الفسيخ بيبوظ. لا ما فيش الكلام ده. ازاي الملح قليل؟ بس دوت مش واخد وقت في التمليح، مش قديم عشان كده تلاقيه طعم وحلو. ايوه نبيله انت ضايقه. مش تقدري بعدين. طب قولي لي بقى، انت في ناس بتيجي تطلب منك فسيخ في رمضان؟ طبعا ده لهوي، ده الناس كانت هتموت عليه في رمضان. ده انا فتحت 12 رمضان بسبب الناس. 12 رمضان؟ طب هم بيتسحروا بقى مش بيعطشوا لتاني يوم؟ والله ما بيعطش. ايوه هو الزر الملح دوت حلو في كده. انت بتفتحي فيديوهات بقى ماما تبقي قاعده كده الساعه 2 بالليل بتقلبي فيسبوك لا بيك ولا عليك، تلاقي ماما طالعه لك وماسكه الفسيخ تخليكي تقومي عايزه تشتري منها حالا دلوقتي. احلى اكله الساعه 2 بالليل دي، تعرفيش في ايه؟ هو الشعب المصري كله ما بياكلوش على الساعه 2 بالليل والله. ايوه بص الزبده. قولي لنا ايه بقى الميكس اللي انت بتحبي تعمليه دايما وبنشوفه دايما تطلعي كده على السوشيال ميديا؟ بحب قوي العيش الناشف مع مع الفسيخ ده. بتحطي عليه بقى ايه؟ زيت وليمون. ده اسمه بقى ايه؟ فتت. فتت. انت متابعاني ها؟ ايوه طبعا. امال ايه؟ طب وليه بقى مش ناويه اما تفتحي مطعم؟ ان شاء الله ربنا كريم، ادعوا لنا باذن الله. احنا بس عملنا المحل الجديد، وريهم الديكور بتاع المحل الجديد. زي ما انتم شايفين ده شكل المحل الجديد، ربنا يبارك. وحتى اكله عدنان بتعتز انت بالاستاذ عدنان. ما هو ده وش الخير عليا ده. ايوه يعني في البدايات الجميله. هو اللي جه دعمني طبعا. ربنا يكرمه. ايه الرساله اللي تحبي توجهها؟ ربنا يكرمه ويوسع رزقه ويرضيه زي ما رضانا بحق جاي النبي. طب قولي لي بقى يا ام مكه، الرنج عندك برضو سلامة بالرغم ان انت تلف علشان اجي؟ نورتينا. الرنج عندك بالرغم ان هي انت بتشتريها جاهزه مش انت اللي بتعمليها، لان ليها اسرار برضو. النوع التاجر، بس التاجر يكون حاجته نظيفه وكويس. بصي بقى الفسخه نص كيلو رمت قد ايه؟ ورينا. حطيت لك الشوكه اهي ما شاء الله. ده شكل الفسيخ. ما شاء الله، يعني مش بتهدر فيه. فسيخ مثلا الناس اللي ما تشتريه ما تطلعش لحمه، لحمها يطلع قليل.
لا فسخان نص دي حلوه قوي ومناسبه قوي. اه جميل. طب قولي لنا بقى الفسيخ، هات الزيت يا ياسمين. الفسيخه نفسها ما بتيجي تتخلي نوعها ايه، بوري ولا نوع تاني؟ ان في فرق، في نوعين من الفسيخ. اه دي البوري، دي دبار. دي البوري ايوه اللي هي موجوز على دي، موجوز طويل. التبار، التبارة ما تنفعش تتخلل. ليه بقى؟ تبقاش لحمها مسكرة، ما بتبقاش حلوة كده. ايوه 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 قوي. زيت غير، تستعملي زيت حلو برضو يعني ده في كل الحاجات؟ اه طبعا. تجيبي زيت تموين مثلا؟ لا لا حاجة. الاكلة النظيفة تنادي صاحبها بصراحة يعني، وتربي لك زبون. الحاجة الحلوة تربي لك زبون. ايه احسن تعليق سمعتيه يا مبارك؟ ان انا مميزه قوي قوي بالزيرو ملح والرنجه بتاعتي بتعجب الناس، وانا طبعا مستحيله ان انا اغير التاجر بتاعي، لان انا الرنجه ديت من يوم ما بدات وانا معاه، وانا مستحيله اغيره يعني. ان شاء الله. في صغيره هتنارك الشوكايه كمان معاه. في ناس بتحب تمصمص. الناس بقى بتحب اكتر الفسيخ اللي هو السليم ولا الفسيخ المخلي؟ في ناس بتحب السليم والمخلي، بس السليم ده ليه كيفه في الحته دي. اه السليم، السليم ليه مزاجه في الناس اللي هي الاكيله في الشوكه دي. اه اللي تحب الازقازه كده والكلام والحركات. اه اه بالنسبه بقى للبساريه، مش كتير اللي يعرفها. جمبري الغلابه. اه البساريه اسعارها ايه؟ كلمنا كده عن الاسعار. 60 جنيه البساريه، ب 60 جنيه دي تعتبر أبسط حاجة. اه يا ليها بقى السردين ب 100، وبعد كده فسيخ في حاجة ب 200، وعندنا فسيخ المخلي، وعندنا الجبن كلها بأنواع، عندنا كل حاجة. جميل. عندنا الرنجة أنواع وبس. جميل. طب ام مكة بقى في رمضان ليها طقوس معينه ممكن تفطر فيهم مثلا فسيخ، ولا بتتسحر بس، ولا ممكن يعني كل يوم تقضيها فسيخ عادي في رمضان؟ كل يوم في اي وقت. اي وقت تفاصه ايه بقول لك ايه. الناس بقى تحب تيجي تاخد منك برده في رمضان عادي. اه في ناس بتاكله، بس في ناس طبعا بتخاف منه قوي 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 في رمضان قوي. اه ليه؟ بتخاف عشان يعطشوا. ايوه هو ساعات ايه بيعطش وساعات لا. كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبه. وريني كده بقى، ناخد جولة في المحل. اتفضل هتاخدي المية؟ لا لا سيمن سيمن سيمن. تعالي معايا وريني، وريني كده الرسومات اللي انت عاملاها كده في المحل، وكل رسمة ليها قصة بصورتك انت و بايسليم. اه بس الرسام كان، الرسام كان عيان شوية. عصام صاصة. ايوه. واحكي لي بقى يعني لما رحت عند مي سليم بقى كان احساسك ايه؟ طبعا كنت مبسوطه قوي قوي قوي، وهي كانت فرحانه بيا قوي. يعني بصي اه دي الحاجات اللي خارجه اونلاين بكره الصبح. بصي ده السردين مغلف مبطرخ، ده الكيلوهات، وده الهيلبينو طبعا مشطشط قوي. بتهتموا بالنظافه ما شاء الله. بصي والله على انت ما كنتش قايله انك هتخش جوه كده. أيوة. بصي ادي الفسيخ المخلي اهو، ده الكيلوهات، ودي الهيلبينو الانصاص، والجبن، وهناك السردين النص، والرنجه. تعالى ما اوريكي، افتح لك كرتونه رنجه. ايوه عم عباس عملتيه بقى؟ اه طبعا اتصورنا مع بعض. بص الرنجه ما شاء الله، والمصحف تحفه. اه احلى نوع رنجه ممكن تاكليه في حياتك. ليه بقى؟ اه هولندي. اه بص احلى نوع الرنجه الهولندي، تحفه مدخنه ما شاء الله. كل دي الحاجات على سهوة هي موجودة في المحل. أيوة. تعالوا زورونا في الخصوص يا جماعة، تلاقوا كل حاجة حلوة وأحلى من موضوع أمي. أمي ست الحبايب هي كانت فتحة الخير يعني، بداية الخير. وريهم يا ماما الرنجة بتاعتك. طلع النفس، طلع النفس. أيوة ورينا يا حاجة كده. الحاجة الصلاة على النبي. إن شاء الله. فسيخ أم مكة الطعم إيه؟ الطعم بتاعك. دي هنا كده بتوزن الكرة. دي كل حاجه دي خارجه بكره النهارده الفجر، هتتعبى كل حاجه، بتتعبى في شنطه. لا ما استناش. بص مم... ايه جميل جدا. دي بقى صورتي انا والفنانه الكبيره المشهوره امي. احلى فنانه. اه ده اهم حد في المحل، والواد دوت اللي شغال في المحل على طول. ربنا يخليهم ليك. احنا تمامين هنا، لقيناه واقع في الشارع في العبيط. قولي لنا بقى يعني كده ايه حاجه حابه تقوليها للناس؟ ربنا يكرمكم ويوسع رزقكم، ما يحكمكوش لحد ابدا. ودي كنت تاكلوا عندنا فسيخ ورنجة، اهم حاجه. كل سنه وانت طيب. اخر حاجه احساسك ايه بعد اللي انت وصلتيه؟ الحمد لله والله فضل ونعم. عاوز اقول لك احنا كتير قوي بنسترزق، احنا كتير في يعني، يعني سبحان الله ربنا فاتح لنا كلنا مع بعضينا باب رزق سوا، الحمد لله فضل ونعم. الناس اللي بيضايقوكي وجهي كلمه.
مش شايفاهم والله، هعمل لهم ايه؟ كل حاجه لازم يبقى فيها يعني كل حاجه فيها الحلو والوحش. انا بقيت اسيبني من الوحش واحط ورا ظهري واركز في الحلو. دعونا بقى ربنا يقول السلامه. انا في السادس يا ولاد، ما تقوليش بتاكلي فسيخ ورنجه ازاي. وانت وبكده نكون وصلنا لختام اللايف بتاعنا. اشكركم على حسن المتابعه. كانت معكم نوال مجاهد، والى اللقاء.